انهم عملوا حاجه واحده بس اصلا، طبقوا مبدا الشفافيه بحيث ان اي حد يقدر يوصل لاي معلومه في اي مكان بمجرد طلبها. يعني مثلا لو مبلغ، لو انت سمعت ان الحي بتاعك ده مدرسه اتصرف لها 500 جنيه عشان تؤدي بيها خدمة معينة أو حاجة زي كده، أصلا من حقك تعرف مين الموظف اللي مضى على 500 جنيه والموظف اللي استلم 500 جنيه. في خلال 10 سنين أوغندا دلوقتي أصلا تقريبا اختفى الفساد في مجال التعليم من 80%، أنا بتكلم على الفلوس وعلى وعلى الشغل، ل20%. في فساد برضو بس وصل ل20%. نتيجة إيه؟ ان الناس بقوا يسالوا الله، بيروحوا مثلا المحافظه يقولوا لهم احنا صرفنا للمدرسه اللي عندكم دي مثلا ايه 500 دولار، يروحوا للمدرسه وصلكم ما وصلناش 500 دولار، يبقى في فساد اصلا، يروحوا يبلغوا. انت فاهمني؟ يعني حته الشفافيه دي اللي احنا تقريبا مش مطبقينها خالص. الشفافيه هو العقاب. ما هو الشفافيه بقى لما بس الاول تيجي الشفافيه وتكشف حد بالظبط مخطئ او متجاوز او مخالف هتعاقبه بقى. مصر لا، ما هو ما بيتعاقب، سياده النائب بيقول ان ما بيتعاقبش. بص يا استاذ، مصر حاليا تشكو من حاجتين: عدم الشفافيه وانعدام العقاب او تاخير العقاب او التهاون في العقاب. فسادتك ما فيش ثواب والعقاب. طب ما هو ده الفساد. ما هو ده يعني اقول لسيادتك على حاجه. يعني مثلا لما تبص، لا مؤاخذه يا سمحان، اتفضل. بص حضرتك مثلا، انا في الدائره بتاعتي بلد اسمها دلجة، طبعا كلكم عارفينها يعني. كلمنا نظم دلجة، كلمنا نظم مدرسة اللي كان فيها الأحداث. كلمنا نظم مدرسة يقول لي والله أنا عندي 7 فصول ابتدائي وأنا 3 مدرسين بس. مدرسة 7 فصول و3 مدرسين. وأنا خليت العيال إنها تروح البيت، روح بيتهم، لأن أخشى أطفال صغيرين يعاونوا بعض كده. كويس؟ يا عم فين القصه دي؟ يقول لك ما عنديش، عندي عجز. عندك مثلا 26 وحده صحيه، منهم 16 وحده بدون اطباء. ده مش فساد؟ فساد. بس اكلم وكيل وزاره الصحه يقول لي والله انت دفت لك ما اعرفش فلان يومين وفلان يومين وفلان يومين. يعني حضرتك لما مثلا وحده صحيه ينتظر فيها طبيب لمده يومين. طب هو المرض ليه اوقات محدده؟ بعدين نمره 2، المجالس المحليه دي ممكن ان تحل محل النايب في البلد بتاعتها، لان الوقت احنا عندنا نايب الخدمات. بسيادتك، والناس يعني معظم الناس او كل الناس تقريبا يعني تطلب الخدمه منك، لان لا تستطيع ان تصب نفسها لهذه الخدمات. برضه النظام الوظيفي المعقد كويس بيخلي صاحب الشقه يعني الراجل يعني صاحب الخدمه ما يعرفش يوصل لخدمته الا بواسطه الا بواسطه أو, او 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 شيء اخر. ما هو نرجع برضه لحضرتك اصلا ان التجربه الاوغنديه، يعني احنا مش بنقول ان نروح مثلا التجربه اليابانيه ولا التجربه مثلا الالمانيه ولا الامريكيه، دي بلد اسمها أوغندا في وسط أفريقيا وإحدى دول حوض النيل، وكانت دولة يعني في قمة التخلف، ولكن استطاعت من خلال بس مبدئين الشفافية والعقاب إنها يعني تحل مشكلة كبيرة قوي. إيه المشكلة عندنا؟ إن إحنا نطبق الشفافية. المشكلة عندنا في مديرية الخدمات في المحافظات كلها يمكن بدون استثناء، السادة وكلاء الوزارة في مديريات الخدمات المختلفة، يعني على سبيل المثال مديريات الصحة، لا تتخيل حضرتك إحنا عندنا بنية أساسية في مجال الصحة تستطيع أن تقدم خدمة صحية متطورة وعلى مستوى مقبول جدا جدا جدا، لكن للأسف الشديد لا يتم هذا. ليه؟ عندنا وحدات صحية في كل القرى، وعندنا نظام علاج اليوم الواحد وطب الأسرة، 50 نوع وأنظمة بين هذه العلاجات المختلفة موجودة في القرى والمدن والمحافظات، موجودة كاملة ومعين عليها أعداد غفيرة من الأطباء والممرضين والعمال ولا تعمل على الإطلاق. ليه؟
اولا سيد وكيل وزاره الصحه في أيوة يعني انا مثلا لا يذهب الى هذه الاماكن يعني انا كمواطن انا كمواطن لو في مبدا شفافيه وانا رحت وحده صحيه وانا تعبان او حاجه زي كده من حقي اشوف جدول الاعمال بتاع النهارده المفروض دكاتره مين يكونوا موجودين النهارده المفروض مين واعرف ابلغ مين عليها 10 و15 طبيب وممرضين وعمال احنا ما بيروحوش بنتكلم في مبدا اساسي بيقول ايه اصلا ان مهما عملنا قوانين ومهما ومهما نفذنا بدانا ننفذ هذه القوانين مفيش اي فعاليه لهذا الا السيد وكيل وزاره الصحه او وكيل وزاره في اي التربيه والتعليم او لا ما بينزلش يباشر عمله قاعد يعمل ايه نتكلم وسياده المستشار يقول لي صح ولا غلط يروح له مثلا اعضاء المجالس المحليه انا عايز انقل لابن اخويا انا عايز انقل ده اديني تفرغ عين لي ده جيب له هنا اهو لمجرد بس يعينه على الورق ان هو طبيب في الوحده الصحيه وما يروحش وهو شغال يبقى مستشفى. لازم تراعه خلاص لازم ويجي برده الساده النواب يروح لوكلاء الوزاره بتوع المديريات ده عايز انقل فلان هات لي ده هنا انقل لي فلان هنا والناس ما بتروحش والساده وكيل الوزاره قاعد خايف اصطدم بالعائلات ده وبعائله ده وما بيتكلمش ده طب ما ده معناه ان حضرتك ست مستشار بتقول انه احنا عايزين نخفف شويه عن دور عن النائب اللي هو الخدمات والخدمات اللي بيطالب بيها ابناء دايرته او ابناء محافظته هي مش هتخف على فكره هي كده هي بنفس الطريقه مش هتخف لا حضرتك لو في مجلس محلي لو في مجلس محلي كويس محل كويس هيخاف على النائب بالظبط انما بشكل زي ما بقول لحضرتك مفيش حد بيراقب الموظفين يعني وكلاء الوزارات قاعدين في مكاتبهم يقول لك انا دي قاعد سنه سنتين وماشي مش عايز مشاكل هخسر فلان بيه وفلان فلان ورئيس المجلس المحلي يقدم لي استجواب في المحافظه ويبهدلني ماشي يا سيدي ماشي وبتيجي كل ده بيجي على حساب المواطن بكل النتيجه الناس بتيجي هنا من اقاصي الصعيد ومن بحري ومن ابلي على المستشفيات المركزيه في مصر عشان تتلقى علاج وهي مش مكفيه والوحدات الصحيه فيها احدث اجهزه طبيه ومراكز طبيه متطوره ومستشفيات كامله وكل التجهيزات بس مفيش ادويه بس ومفيش خدمه مفيش خدمه مفيش خدمه مفيش اطباء فين 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 اطباء المحافظه يعني الناس اللي من المحافظه نفسها ما بيشتغلوش هم دول معينين من المحافظه لكن كلهم شغالين في مستشفيات قطاع خاص لا هو برضه المحافظه نفسها في سوء توزيع بره المحافظه وجوه المحافظه في سوء توزيع سوء توزيع بس في اعداد كبيره جدا في اعداد بقول لحضرتك كل الوحدات متعين عليها طيب طقم كامله لكن ما بتروحش طيب وقد وصلنا الى هذا الامر واحنا دلوقتي في اطار وضع سياسات جديده وقوانين جديده سياده النائب ما فيش اي تجربه زي ما محمد علي كده بعت مستغربين للغرب ينقلوا تجربة مثلا بلدية باريس بلدية لندن بلدية مع الفارق ان عندهم امكانيات يعني هل احنا محتاجين الحالة المصرية دايما يعني يتقال لنا الحالة المصرية خاصة وخلاص نتكلم على الادارة بس شبعنا من بعيدا الكلمة عن الامكانيات احنا بنتكلم يعني مفيش اي امل في ان يطلع مجموعة منكم قبل ما تحطوا القوانين دي يسألوا في نقاط محددة مثلا بلدية باريس مثلا بتحل مشكلة ده ازاي بلدية مع العلم على فكرة أول إذا لم يخني برضو المعلومات اللي سمعته إن أول محافظ لدبي كان محمد الفايد كان مصري وهو اللي نقل لهم الحضارة دي كلها لو حد يصحح لي المعلومة دي بس اللي سمعته من هناك إن أول محافظ لدبي كان مصري أنا مش عايز أقول نجيب محافظ أجنبي انا عايز بقول ننقل سيستم قائم سيستم اداري هناك هو مفيش امل هو سيادتك يعني انت لو نظرت الى المنظومه الصحيه في السبعينيات والستينيات كانت منظومه ممتازه لا انا بتكلم على المحليات المحليات ولا المنظومه الصحيه لا المحليات المحلي المحل بلديه باريس ننقلها بكل تكوينها بلديه لندن بلدية مثلا هامبورغ يعني ننقل محلية دون نقل أي بلديات أو أي نوزة من الخارج الثواب والعقاب الشفافية والعقاب طب ما نشوف عقابهم ماشي ازاي يعني حتى يعني فيما يبدو القانون القوانين لا تسمح تطبيق القانون تطبيق القانون القوانين لا تسمح الايه؟ القوانين لا تسمح القوانين لا تسمح مطبق القانون بيخاف يطبقه لا مش بيخاف يطبقه قد يكون ما بيرضاش يطبقه او بيطبقه غلط او بيذهب او لا او القانون مش راضع كفايه لا لا هقول لحضرتك حاجه اخطر شيء برضو في الجهاز الاداري للدوله بتاعنا ده سوء اختيار القيادات اما يجي تجيب حضرتك قياده غير قادره على ان هي تقود المكان اللي هي موجوده فيه وتستطيع ان تسيب من يجتهد وتعاقب من يخطئ
ويبقى في شفافيه. لكن النهارده عمليه توريث الوظائف ما هي القياده هتيجي تقول لحضرتك برضو انا ما عنديش من اللوائح والقوانين اللي يسمح لي ان انا اطبقها. عنده بس هو بيخاف يطبق لانه ما عندوش القدره على تطبيق هذه القوانين. حضرتك كنت بتقول ان ممكن ان الموظفين اللي جوه دايرته هم اللي يوقعوا المحافظ نفسه، يعني هم بيمتلكوا من الاليات. ما هي الاداره جيده، يعني لو انت مديره جيده انت هتبداي تتعاملي مع الوقت. بدليل حاجه لما بنيجي مثلا شركه فاشله وبيجيبوا لها رئيس مجلس اداره جديد بيقوم باعاده هيكله وشغاله وتلاقي حققت مكاسب ضخمه جدا في خلال سنه او سنتين. انما لما بيجي وشركه تكون ناجحه او جهاز يكون، طب ما احنا كان عندنا البلديه زمان كانوا بيكنسوا الشوارع كل يوم. ايوه مره بيغسلوها بالصابون ويرشوا بالصابون. طب ايه المشكله؟ مش دي مش كانوا مصريين برضو؟ انا بقول لحضرتك ولا احنا لازم نكون احتلال انجليزي عشان يعني ولا نجيب حد النظافه؟ النهارده بقت جبنا شركات اجنبيه وجبنا شركات مصريه زائد الزبال الطبيعي والبوابين بيشتغلوا بتوع نظافه وبندفع على وصل النور وبندفع 50 واظن بقت سمه يعني واضحه جدا القمامه في شوارع مصر. فالمساله خطيره جدا جدا. سوء اختيار القيادات، لما نجيب قياده واعيه قادره وفاهمه طبيعه شغلها وتطبق القانون الثواب والعقاب. وللاسف الشديد قانون الخدمه المدنيه انا يعني حزنت تماما ان البرلمان يرفض القانون. القانون فيه مزايا للعاملين وللاسف الشديد الدوله يعني بتدلع الموظفين. يا استاذ محمد بتدلع الموظفين، مفيش جزاء. يعني تخيل حضرتك موظف يقول له قانون الخدمه المدنيه الاعتراض عليه لو الموظف خد ضعيف اول سنه وبعدين ثاني سنه ضعيف وبعدين ثالث سنه ضعيف وبعدين ثالث سنه ضعيف، طب موظف قاعد اربع سنه ضعيف عمال يخرب لك في المكان. طب من مين بقى؟ معلش ما معلش ما بيوصلوش سنه بعد خمس سنين. معلش ما انت ما غيرتش القيادات اللي حققت حاجه. انت قياده فمين اللي هيحط لك ضعيف؟ ما يمكن حضرتك تبقى متفاوض كده يحط لك ضعيف مثلا هي الفكرة. افرض اختاروني انا مثلا يعني افرض اختاروني انا كقيادة فاسدة، يعني في ظل زي ما حضرتك بتقول عدم القدرة على اختيار قيادات جيدة فانت هيتحط لك ضعيف لحد ما تترفد. هو ده اللي معترض عليه صغار الموظفين. كمان القيادات عندها من الضعف والوهن ان هي غير قادرة ان هي تدي موظف ده، يعني شايف الموظف بيخرب وما بيجيش ومرتشي وفاسد ومش قادر يديله ضعيف. عارف حضرتك لما يديله ضعيف معنى كده ان هو هيتحرم من العلاوة الدورية ومن الترقيه ده لو هيترقى. يجي 500 واحد. طب وبدل ما يديله ضعيف ما يدربوش ليه؟ ما مثلا او يديله وظيفه ثانيه. يعني القانون القديم لو انت قياده جيده ما انت هتقدر تتصرف مع. طب سياده كلمه اخيره لسياده النائب، يعني انت شايف ان في امل ان تفعيل القانون ده هيكون له اثر؟ حضرتك اولا بالنسبه للخدمه المدنيه انا اعترضت عليه. كويس ليه؟ انت في مصر ما عندكش تقييم موضوعي للامور، كل التقييم شخصي. ايوه ما هو ده اللي احنا كنا بنقوله. ده احد الاسباب، مفيش معايير موضوعيه. فدي مشكله كبيره جدا يعني. نمره اثنين ظهريا الناس بتلاحق النائب. يعني غلبان كل الناس بتلاحقه. هقول لحضرتك على حاجه. انا مثلا لسه عايش في مشكله من اول امبارح. انا كنت من ضمن الناس اللي صوتوا لصالح توفيق عكاشة. اللي صالح ان هو ما يترفدش. ما بيترفدش انا اختلف معه تماما. كويس؟ وكل اللي عمله ده غلط. وهو طيب. ليه لكن حضرتك ارتقيت انه ليه مش دي الطريقه اللي ليه محطات في منتهى السوء. كويس؟ كويس. لكن متوقع معه خطا 100%. حضرتك ده انت عندك حكم بالاعدام. الحكم بتاع اسقاط القضيه ده حكم بالاعدام. قانون والدستور وضع له سياسه. احنا عشان ضيق الوقت يا سياده المستشار فايه اللي ضايق حضرتك؟ ان انت حر تصوت بلا او لا ما داودك يعني. لا هو عايز الناس بيعاتبوني بس في عجاله. بيعاتبوك في عجاله. اللي حصل ضد القرار. انا صوتت ضد القرار ليه؟ لان لم تتبع الاجراءات القانونيه. كويس؟ واهدر في الدستور. فعشان كده صوتت صالح الشرعيه. لكن الناس بيلاحقوني بيقول والله انت غلطت. يعني عاوز اقول لك الناس بتلاحقك انه في رقابه من ابناء الدايره على التليفونات وانت غلطت وازاي والكلام ده كله يعني. طيب احنا في النهايه بنشكر حضراتكم الاستاذ احمد برديسي النائب بمجلس النواب، وبنشكر ايضا الاستاذ محمد الشماعي الكاتب الصحفي بجريده الاخبار. شرفتونا جدا النهارده. الشكر دائما موصول لكم مشاهدينا الكرام لمتابعه حلقات من القاهره. الى اللقاء.